متابعينا الأوفياء على موقع أشواق التيفي، نحييكم مرة أخرى في حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الجيل الذهبي. ضيفنا لهذه الحلقة يوتيوبر مغربي ولد كازا، عنده مليون ماشي فلوس مليون أبوني، معروف بكشكش مول طوسو. معنا ومعكم أمين الفيلالي. الفيلالي واحد الدري كيدير فيديوهات في اليوتيوب وعايش حياته طبيعية، يعني طبيعي ناتشوغيل، يعني عايش حياتي يعني في الحي الشعبي ديالي، وكان عايش كما أنا كما باغي أنا. عندي 22 عام دابا وكنقرا وكنبغي الوالدة ديالي. بداية ديالي جات قبل من النهاية ديالي، يعني بديت قبل ما نسالي. دابا راني غادي مجتهد، كنقرا دابا الرياليزاسيون، كنقرا في واحد المدرسة ديال داكشي ديال التصوير وداكشي، باش نبغي نولي مخرج. الفكرة ما جاتش، جات ليدي، جات واحد ليدي ليدي ليدي، زعما انني بغيت ندير هادشي، يعني بغيت انني ندخل لهاد العالم هذا، حيت انا اصلا هاد العالم كنحس براسي تزاديت باش نكون في هاد العالم. هواية هواية وباقي لحد الآن هواية. كشكش مول الدور سمعنا قبيح دابا، فهمتيني؟ كنبان لك قبيح ياك، معنا قبيح، داكشي علاش تسميت كشكش مول الدور. سبحان الله، هما قالوا لي كشكش مول الدور، بان لي بالدور الصواب المكشكش. الراب اخويا يا ام تراك سويت مش كريس براون كطلع الفوق ماشي باد داون، هذاك الشيء الراب راه خوك واعر. كنا بقيت دابا في الراب، كنا دابا انا نهار الصباح الليل الفجر عيني بكات قلبي تشفر، الموت شفرات من التمر. ياو ياو خطار داك داك بصح، والله بصح هذيك الراحه تماك، هذيك الراحه كي راه مكطيحو الافكار. لا مكطيحو الافكار، هذاك هو الريزو تكنيك ديالي، كيدخل لي الافكار سبحان الله مع الراحه. كون كتفكر في حاجه، كون كتفكر في داك الشيء، والراحه كتقطع لك من الفوق. لا لا ماشي غير هو ما بقاش داك الشيء كما كان في الاول، ولكن كتقول الله يسهل عليه رزقه، الله يسهل عليه. لا كنت خدام، انا خدام، انا غادي بحال قلت لك كن قلت لك هوايه، يعني واخدك هوايه، يعني كنصور فيديوهات كنمونطيهم كنلوحهم كنصور فيديو يعني كشي غادي بتدريج. عارف السي بي ام ديالنا يعني هابط شويه، يعني كل ما لما كانوش ليفي بزاف راه ما يكونش الارباح، فهمتيني؟ كانوا ليفي بزاف وكان الواتش تايم راه يكون الارباح، فهمتيني؟ يعني راه قول رزق ما عرفتش ما كيقولوش لي خلصنا، كنقولوا لي نخلصهم. كاينين واحد يعني واحد جوج دراري ديما معايا، يعني كنحسبهم خوتي، يعني كنحس بهم مثلا هما باغيين يعاونوني وخدامين معايا، يعني ما كتحسش بهم باللي طالبين منك واحد الحاجه، فهمتيني؟ يعني كاين منصيف وكاين محمد شابون، منصيف زغلول ومحمد شابون، منصيف كيقول لي بيكاسو والاخر زغلول. اخويا اش نقول لك، دابا انا باقي ماشي داك النوع اللي هاز دابا بحال نقول لك بحال تقول هاز تقلع على داري، يعني الزوجه ديالي باقا بعيده، يعني هي كتقرا وانا هنا، يعني ماشي ملاقين بعضياتنا. الفكره ديالي يعني كنا كانت ديالي راه صافي، راه ما باين راه بحال اخا تقول لي انا راه غندير لك هذاك الشيء. اي لوف يو بيبي، الزوجه ديالي اي لوف يو، كيقول لي ديوتي، كيقول لي كتا نعلك الله الى يوم الدين. ما مراد هادو كمران، ماشي راجل حماد وكذا ديوتي. انا كنشوف راسي
انا كنشوف راسي كيدير، ما كنشوفش الهضره ديال بنادم. ملي كنجي ندعي على هضره بنادم راه ما ندير حتى حاجه، ما يقدرش يقولها ليا. هادو كتقامو مخبين اللي كيقولوه، ميساج نقدر نوصل لهم. شكرا لكم لانكم بكم انا غادي. خالد الشريف ما نقدرش ندوي على هذاك، داك تبارك الله قديم عليا و يعني و يعني متمكن الله يسهل عليه، ما نقدرش الفلوس. هذاك تبارك الله يعني كنقي نقي في الخدمه ديالو، ماشي تزعزعت يعني الله يسهل عليه. يعني بنادم راه عنده الامكانيات، راه ضروري يدير شي حاجه نقيه وشي حاجه زوينه. يعني كنا كانوا عندنا دوك الامكانيات حنا راك عارف. الله يسهل عليه يعني، يعني من هذاك الدراري اللي ما كانوش لاقين يعني في الاول اللي عاونهم، ولكن المكتب ديال الله كفتح عليهم. فهمتي ما عرفش كيفاش نوصل لك هذه الهضره انا، فهمتوني فهمتيني ياك. يعني الله يسهل عليه دري واش داك الدري، الله يسهل عليه. الام ديالي يعني انا توفى الاب ديالي في 2005، يعني كنت باقي صغير شويه وكنت شويه كنطير من المقله. يعني الام ديالي يعني تقاتلات علينا ورباتني، ويعني ما خلاتنيش نخرج للطريق ولا نتبلا ولا فهمتيني. يعني كتحس بها، كتحس بالام واحد المنبع ديال الحنان يعني حداك وحاضيك. و انا واخا ما عشتش معها الام ديالي بزاف، يعني كتمشيش عند الاخت ديالي الفاس كما قلت لك، كنت شويه كنطير من المقله، ولكن كيبقى داك الحنين ديال الام ديالك وكتبغي ترجع تشوفها يعني ما كان الاب ديالك لا والو. يعني بحال قلتي الطفوله ديالك ضروري كدوز مع الدب، فهمتيني. كل واحد الطفوله ديالو فين كيدوزها، انا شويه دوزت الطفوله ديالي مع الدب وكنحس براسي مدوزت الطفوله زوينه، ولا يعني تعذبت بزاف شويه. يعني كتبغي تشوف امك، يعني امك بعيده عليك، كتبغي باك ما كاينش، كيجيو الاعياد كتبغي تشوف الاب ديالك ما كاينش، الام ديالك ما كايناش. يعني الاخت ديالي حتى هي ما كانش زعما مخلياني نحس بداك يعني ما كاين حتى حاجه، يعني عطيني واحد الحاله ولكن ماشي بحال الحاله ديال الام والاب، فهمتيني. اش نقول لك، حنا راه دابا ما عندناش فيلا وعندنا طوموبيله، حنا راه بحال كما عادي راه عادي فهمتيني. يعني باقي الحمد لله عايشين وما عندناش وما خصناش، يعني عايشين وصافي الحمد لله. درتار فيلا ما حق فيلا، شنو الفيلا ديالنا؟ لا لا ما كاينش هادشي، هاك يقولوا هذيك، هاك يقول لك وكيناش ما كاينش هادشي. هذيك هذيك كنسميها شهره خاويه فهمتيني، يعني ماشي شهره اللي كيديروا واحد الحاجه. يعني راه كاينين تبارك الله اللي واعرين وكيديروا بزاف ومواصلينش داكشي اللي واصلين للاخرين. هذوك الاخرين بنادم كيبغي يدوز بهم الوقت وصافي فهمتيني. بنادم ما كيلقى ما يدار كيقول ندوز الوقت بهذا فهمتيني. راك عارف الطوندونس ديالنا حنا باش عامر كلشي كيدار عليه. رزقه يعني واحد الانسان كان في واحد الحاله مسكين، كان ما كيبيع الخبز كيبيع مطيشه كيبيع، يعني كيجي ليه واحد الرزيق ما خاصوش يضيع، وداك رزقه هذاك يعني نزلوا عليه الله. احساس زوين يعني يعني فرحه زوينه، يعني عرفتي هذيك الفرحه فاش كتحس بها، يعني وصلتي لواحد العدد انت يعني كنتي خدام تجي تشوف لقيتي راسك واصل لواحد العدد، يعني واحد الفرحه ما تصورش. يعني الخدمه ديالك ما كتمشيش شوكك، يعني كيتابعوك واحد الناس، يعني مليون ديال الناس راه ماشي عاديه، يعني زوينه بزاف، احساس زوين. تحيه لخويا ايوب وتحيه لهذاك الاخ اللي فات. يعني انا ما نكذبش عليك صراحه كنت غنمشي انا وياه، غير وقعوا شي مشاكل فهمتيني، ولكن العام الجاي ان شاء الله غنمشي ان شاء الله. لا بغى الله راه ماشي نفس المضمون، راه كتبان لي واقعين نفس البلاصه. يعني راه اللي جيتي تشوف اخويا تصور ماشي في بلاصه اخرى، راه هذيك نفس البلاصه كنصور فيها، ماشي نفس البلاصه كنحاول نبدل، ولكن لا جيت نخرج ونهز الكاميرا معايا راه ما نرجع لها بكاميرا لانا فهمتيني. يعني ما كاينش الرخصه، ما كاينش امكانيات، يعني ضروري غنخاف، حيت كان طار لي مشكل انني كنت ديجا فهمتيني، كان طار لي نفس المشكل، يعني وليت كنخاف، وليت كنخاف يعني نمشي نصور نرجع لها بكاميرا لانا، هادشي كما قلت لك فهمتيني. هو ماشي نفس الافكار، هو افكار مبدلين، غير هو انا كنصور دوك الافكار اللي انا عايشهم، اللي كنشوفهم بعينيا كنحاول نحطهم. يعني فاش كنت كندير المقالب، فاش كنت كندير لي برانك، يعني في 2015 كنت مشيت نصور واحد الكاميرا خفيه واحد البرانك،
ما عليا ما بياتش، جيت نصور، صورت الكاميرا الخفيه، وقفنا واحد الشخص درنا ليه ديك الكاميرا الخفيه، فاش جينا نشوفو لقينا وقع لينا معاه واحد المشكل، يعني عاقبنا كنصوروه كنت مشى جاب لنا البوليس، جا وقفوا علينا قلنا ليه اسمح لينا، صافي وقفوا علينا البوليس قالوا تحقيق الهويه كذا، صافي تما ما تشديت في اصلاحيه، صافي داو لينا كاميرا، داو لينا كلشي، وكنت خرج في الدخله ديال 2016 كنت خرج، صافي تما قلت غنحبس ما نبقاش نكمل، صافي كتحطم، صافي اصلاحيه خويا دوشي بقيت عاق والله ما بقيتش شي شهر بحال هكاك، شاف بالروج واللوبيا داكشي زوين عندهم في الحقيقه، عندنا ديك اللوبيا بنينه صفراء والعدس حتى هو في الحجر، اش نقول لك اخويا داك الله ما تبغي العدوك وحق الله والله ما تبغي ديك البلاصه العدوك، ما عرفتش دوك الناس الله يهديهم كيخرج يعاود يدخل كيخرج، كتحس راسك بحال شي حيوان يعني النور ما تشوفوش، هذا اصلاحيه راه ماشي عكاش راه اخرى، انا كنت بحال الحيوان عايش، الله يسمح لي من هذه الكلمه هذه، انا كتبغي تشوف الضو ما كاينش، الظلام والضو ديال تماك، يعني الله يعفو على اي واحد يا ربي، باقي الحياة ما كنغامر حيت ما يمكنش تاخذها، صعيب شويه خاصك المركز السينمائي يعاونك ولا ما كاينش، شويه صعيبه، لا 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 هذه ما كاينش فرص، والو كاين القمع، ونقول والله ما نكذب عليك كاينين شي واحد اللي مثلا كيتعاونوا معاك، وكاين شي واحد اللي كيقمعوك، ولكن الاكثر اللي كيقمعوك راه هما اللي كاينين، اللي كيتعاونوا معاك راه ولاد الناس اللي راك عارف راك كاين الحلو كاين المسوس. الرساله نبغي نوصل للمسؤولين على هاد القطاع ديال الفن، يعني كاينين شباب اللي ضايعين بزاف، يعني اللي كيبغيو يلهيو الوقت ديالهم في شي حوايج زوينين، ولكن ملي كيشوفوا القمع وكيشوفوا مثلا هادي لا فيما مشيتي انشيردي راه الشباب كيلتجئوا لواحد الحاجه اللي سميتها البليا والشفره وديك الحوايج الممسخين، يعني خليو الشباب يحسوا بانكم نتوما باغيين لهم الخير وباغيينكم تزيدوا بهم القدام، باش الشباب يعطيو، انا كاينين شباب بزاف اللي ضايعين الله يسهل عليهم، يعني كنتمنى من لا كانوا كيشوفوا هاد الهضره هادي ويسمعوها يعني يحاولوا يعاونونا ويحسونا بداك الحنان ديال الدوله ويحسونا باننا يعني مواطنين، فهمتيني الله يسهل على الجميع. ما بقاوش صافي سلام والو كيقولوا لي والو المسكنيه واقيلو صافي طموح الحلم الحلم زعما نهضر بالانجلي ماي دريم از اي وانا بي ا بوليس كبرش على البوليس قال الحلم ياك باغي نحلم اخويا نحلم نوصل شي 10 مليون ابوني ان شاء الله دري لي يلا بادين في اليوتيوب دري لي يلا بادين في اليوتيوب وكي كملوا يعني ما كيقولوا انا ما باقي ما وصلتش لهادي باقي ما وصلتش لهادي عليكم بالصبر ثم الصبر يعني غتصبر غتوصل لكن ما صبرتيش والله لا وصلتي يعني ما تعانتش مع واحد عنده واحد العدد ديال لي زابوني ولا واحد الواحد واصل لواحد الحاجه ما تعانتش معاه خدم راسك وغتوصل والله شي غتوصل ثق فيا تراست مي سمعش من صديق هذاك الشيء باش جات الفرصه يعني صديق كدا طن 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 بروبوزينا عليه كدا صافي دخلني في الكليب عمري مشيت لشي كاستينغ نكذبش عليك كنحس براسي عندي واحد الهوايه ديال التمثيل يعني نقدر نعطي في التمثيل نقدر يعني نعطي نبين داكشي اللي عندي ولكن عمري ندوز شي كاستينغ وكنبغي نوجه واحد الشكر للطاقم ديال اشواقع تي في كنشكرهم بزاف حين جاو عندنا وصادفونا في هذه الحلقه هذه وشكرا لاي متشبيع ديالهم وشكرا لاي متشبيع ديالي وتهلاو لي في راسكم والله يسهل على الجميع الي بو خوتي ما كاينه الدور سوق وما كاينه كشكش واللي دوير عف كنضحك معكم الله يلا ضريف الي بو مرقب بيكاسو 22 عام كان مهم انا من الطاقم ديال امين فيلالي والدري اللي كيخدم معاه معكم محمد شهبون سن 21 سنه ومن الطاقم التقني ديال امين الفيلالي كنخدموا معاه افلام وليفاين وكل شيء امين الفيلالي اخويا اش غادي نقول لك واحد الانسان اللي متكبر بزاف وحاس براسو فهمتي من ديك النوالي تمشي عنده وتبغي تصور ما يقدر لا كان مثلا معصب يقدر يقمعك ومريت شويه كنشك بحال عنده شي مرض نفسي فهمتي ماشي عادي وامين ماشي راجل
ومتكبر بزاف وفيه العياقة وما كيسواش. جيعان ما كيخلصنيش و الا كيخلصني كيخلصني لا كيخلصني لا لا كيخلصنك لا امين واعر امين احسن واحد في العالم ما كيش لي كيدوي معاه هو يوتيوبر ويمكن كيدير هادشي ديال لي كورميتراج ولي فاين وداكشي كنظن كيوصل لمليون وصراحه دري متواضع ونقي واخا مليون ابوني ولكن الرجوله ديال بصح لا هاني عشيري ويلي دورس ولا مشى تخرج هرب وشكرا الله يحفظك خويا سمعت شي شقشقيشه وشي حاجه لا لا ما كاينش داكشي لا خليونا زوينين ضروري